يقولون إن رجلا أتى لأحد الذين ينكرون القدر وذكر أنه عمرو بن عبيد، فقال له: يا هذا أيها الرجل الصالح، إن حماري سرق، فادعو الله أن يرده لي. هذا لا يؤمن بأن الله تبارك خلق الخير والشر، وأن الشر يقع بمشيئته سبحانه وتعالى، كما أن الخير يقع بمشيئته. فكفر الكافر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وإيمان المؤمن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يؤمن عمرو بن عبيد، وهذا يقول له: حماري سرق، ادعو الله أن يرده لي. فماذا قال؟ قال: اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره. ما أردت لكن سرق. يقول: اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره فسرق، اللهم رده إليه. فهذا البسيط، الإنسان العامي البسيط، قال: يا هذا لا حاجة لي في دعائك، كونت. قال: لما؟ قال: إن كان الله لا يريد أن يسرق وسرق، أخشى أن الله يريد أن يرجع ولا يرجع. ربك هذا ضعيف، يقول ربك هذا ضعيف. إذا كان السرق وهو لم يرد ذلك، يعني سرق رغما عنه، طيب يبي يرد ما يرد، لأن أيضا قد يكون عدم رده أيضا رغما عنه. قال: لا حاجة لي في دعائك، فإن ربك هذا ضعيف، لا أحتاج إلى هذا الدعاء. واحتج على المعايب أحدهم كان مع مجوسي وهو ينكر القدر، وذاك المجوسي على كفره، ولكن المجوسي هذا فطن ظاهر من المستشرقين، فقال هذا القدري للمجوسي: قال لماذا لم تؤمن؟ قال: الله ما أراد، الله ما أراد أن أؤمن. فقال له هذا: الله يريد، ولكن الشيطان هو الذي لا يريد. طيب إذا يريد ليش ما يقع؟ قال: الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال: أنا مع الأقوى، الأقوى أنا معه. وهذا يدلك على أن الذين لا يؤمنون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وكتابته وقدره جل وعلا فإنهم كفار.